السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد ربح مت فيورا. طبعا الموقع بيدفع على محفظة الفوسيت بي الوسيطة بدون حد ادنى للسحب، وهو على شكل فوسيت داخل الموقع بيعطيك هاي الكميات. طبعا بيعطيك حوالي مليونين ساتوشي من علمة الفيورا كل 10 دقائق. طبعا اصدقائي، الفيورا هي العملة الاساسية للفوسيت بي، اطلقتها من حوالي 3 شهور وتبنتها كعملتها الرسمية، وهي قائمة على بلوك تشين الايثيريوم، وعم ترتفع سعرها كل فترة والتانية، يعني بصير سعرها كثير منيح. طبعا دوبل اكثر من مرة خلال هذا الشهر. فنحن اصدقائي نحاول نجمع اكبر قدر ممكن من هاي العملة، يعني رخيصة العملة حوالي 2 سنت تقريبا سعرها. اول ما طلعت كان سعرها حوالي نص سنت او اقل من هيك، فعم تدوبل وعم تزيد، نحاول نكسب منها ونجمع منها اكبر قدر ممكن، يعني مع المستقبل ممكن يكون لها قيمة. طبعا بزالوا بتبنايتها الفوسيت بي فرح يكون لها قيمة بالتأكيد. طيب يلا ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء تسجيل هذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل رح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هيك مباشر انا ما بستخدم اي روابط مختصرة، بفتح معك الصفحة اخي الكريم، تروح كلمة ساين اب او التسجيل بتضغط عليها وبتعبي بياناتك، بتحط هون اسم مستخدم خاص فيك، بتحط هون الايميل الخاص فيك، بتعيد الايميل اخي الكريم، بتحط الباسورد، بتعيد الباسورد، بيقول لك حط هون البيمنت ادرس فوسيتباي.io. طبعا اصدقائي اذا انتقلنا للفوسيتباي بتلاقي انه خانه الفيورا بكلمه ديبوزايت طبعا هي والايثيريوم بتلاقيهم فاضيين اخي الكريم، مثل ملاحظين هاي هي الايثيريوم. طبعا راح يكون نفس العنوان، شايفين اصدقائي، ديبوزيت وز ميتا ماسك. بتنزل لتحت كمان بتلاقي الفيورا ديبوزيت وز ميتا ماسك، اثنيناتهم فاضيين. فانا هلا راح احط لك بطاقه فيديو، راح تظهر لك اصدقائي، راح تظهر لكم هون فيها طريقة إضافة عنوان إيثيريوم أصدقائي، مشان تقدروا تسحبوا بالإيثيريوم تسحبوا بالفيورا. طبعا مثل ما قلنا عنوان الفيورا هو نفسه رح يكون عنوان الإيثيريوم. طبعا أنا ضايفهم، بروح على كلمة لينكد أدريس، بجيب العنوان الخاص فيه. طبعا شايفين أصدقائي هذا هو عنوان الإيثيريوم، هو نفسه الفيورا بنفس الوقت، باخده هيك وبرجع للموقع وبحطه بهي الخانة أخي الكريم، شايفين أصدقائي، بحل الكباتشا وبوافق على الشروط وراح كلمة ريجستر سيكيورلي، بيكون صار عندي حساب. طبعا الموقع ممكن يبعث لك رسالة تأكيد على البريد اللي سجلت فيه، لكن ما بعث لي، ما طلب مني هذه القصة، وكان ده كان شيء كتير كويس. في حال بعتها أكد حسابك، في حال ما بعتها ما بيكون في أي إشكالية. بعدين تروح كلمة ساين إن وبتسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي، اسم مستخدم، باسورد، بتحل الكباتشا وبتوافق على إنه ستي لوجند، وبتروح على كلمة لوجند سيكيورلي، بيكون سجل دخول على الموقع. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل، مثل ما قلنا ما عندك شيء تسويه بهذا الموقع غير انك تحل هاي الكباتشا. كل 10 دقائق بيعطيك هاي الكميات حوالي 2 مليون ساتوشي من عمله الفيورا. بحل الكباتشا اصدقائي، طبعا وبضغط على كلمه كليم فروم فوسيت، بضغط عليها هيك. طبعا راح يطلع لي الرابط تبع الاويو، طبعا في صوره هون انا ما كثير عجبتني مشان هيك اخفيتها. بروح على كلمه ايام هيومن، بضغط عليها. كمان اصدقائي اعدادي رقميه كمان 3 ثواني، مثل ما انا اخفيت هاي الصور ما كثير بتعجبني، لكن هذا الموجود شو بدنا نسوي. روح بعد على كلمه كيت لينك، بضغط عليها. طبعا الموقع هيك دفع لي، كاتب لي، رجعني للموقع وكاتب لي انه هاي الكميات من عمله فيورا راحت على محفظتي الفوسيت باي الوسيطه. طبعا بنتقل على محفظه الفوسيت باي، بحدث صفحه الدفعات. طبعا بلاحظ الدفع، شايفين اصدقائي، حوالي مليونين ساتوشي تقريبا، مليون و900 وكسور، نورمال بيمنت 16 فبراير 2021. ممكن بكرة صباحا نرفع الفيديو على القناة. هذا هو الموقع، اسمه فيورا جانكي. طبعا اصدقائي في شغلة اخيرة كمان، من كلمة ريفيريل بالموقع ممكن تدعي اصدقائك لهذا الموقع بيستفادوا. طبعا شايفين اصدقائي هذا رابط لحالي، باخذوا كوبي بوزعوا لاصدقائي ليستفادوا هذا الموقع. وانت لازم تتعامل اخي الكريم نفس الشيء، موقع مجاني جديد بيدفع بشكل كويس مليونين ساتوشي عملت فيورا، ما نون سيئين ابدا، يعني حاول جمع فيه قد ما فيك، يعني حوالي 100% تقريبا زيادة صار على سعر الفيورا آخر فترة. فنحن يعني بنحاول مثل ما قلنا نجمع من هاي العملات قبل ما يفوتنا القطار. في النهاية لا تنسوا إخواني، إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.